نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية. مرحبا بكم وأهلا بك دينا. أهلا بك خالد، والبداية مع حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يبحث وماكرون هاتفيا سبل التعاون في إطار استضافة مصر قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم. أوكرانيا تتهم روسيا بخرق الهدنة في محيط أوزفستال، والكرملين يؤكد احترامه تشغيل الممرات الإنسانية في ماريوبول. وفيات جائحة كورونا تقارب 15 مليون حالة حول العالم منذ مطلع عام 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية، غداتها قرار ممثل للمركز البنك المركزي بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما. ومعكم في أخبار الرياضة، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. إلى تفاصيل النشرة، هنى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا وتعظيم التنسيق بشأن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية. من جانبه أكد الرئيس ماكرون حرصه على تعزيز التواصل البناء مع السيد الرئيس إزاء مختلف الملفات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ودعم دور مصر لصون السلم والأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد شهد الاتصال تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية والتعاون في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية المقبلة في شرم الشيخ. أهلا بكم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي لا يزال مستعدا لتأمين إجلاء المدنيين المحاصرين بمجمع أوزفستال الصناعي في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، داعيا كييف أن تأمر المسلحين المتحصنين داخل المجمع بإلقاء أسلحتهم. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن قافلة جديدة في طريقها إلى أوزفستال لإجلاء المدنيين المحاصرين هناك، وذلك بعد إجلاء ناجح أعلن عنه بداية الأسبوع. شيئا فشيئا باتت القوات الروسية قريبة من السيطرة التامة على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. الاستيلاء على ماريوبول يسمح لروسيا بتعزيز مكاسبها على طول بحر أزوف جنوب شرقي البلاد عبر ربط منطقة دنباس بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وعقب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، لجأ مئات الأشخاص من مقاتلين ومدنيين أوكرانيين إلى أقبية مجمع أوزفستال للصلب الذي يعد آخر المعاقل الأوكرانية في ماريوبول، ويخضع لحصار قوي من القوات الروسية، بينما تحاول أوكرانيا فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والجرحى. ميدانيا وصلت القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا وقصفت عددا من الأهداف في غربها. وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الدفاع الأوكراني صد عدة ضربات روسية بالقرب من منطقتي ميكولايف وخيرسون جنوبي أوكرانيا بعد أن فقدت القوات الروسية السيطرة على عدة مناطق. على الحدود الشمالية لأوكرانيا بدأت بيلاروسيا التي تتحالف مع موسكو منذ أمس مناورات عسكرية مفاجئة لاختبار قدرات رد جيشها وفقا لوزارة الدفاع. بينما أعلنت موسكو أن جيشها قام بمحاكاة إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية في جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات القتالية تدربت أيضا على عمليات في ظل ظروف إشعاع وتلوث كيماوي. بريطانيا من جانبها أبدت رغبة جديدة في دعم أوكرانيا،
حيث بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى لمنع استهداف المدنيين من قبل القوات الروسية. أما على صعيد العقوبات الأوروبية على روسيا، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي أيضا استبعاد 3 مصارف روسية إضافية من النظام المالي الدولي سويفت، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيناقش هذا الأسبوع مع دول مجموعة 7 الكبرى عقوبات إضافية محتملة ضد موسكو. أعلنت روسيا طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين ردا على قرار كوبنهاجن بطرد 15 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي، فيما اعترضت موسكو أيضا على تقديم الدنمارك مساعدة عسكرية لأوكرانيا. في سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن فنلندا والسويد ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا، مشيرة إلى أنهما ستواجهان العواقب المترتبة على ذلك. كانت فنلندا والسويد قد لوحتا بإمكانية التخلي عن حيادهما الطويل الأمد والانضمام إلى الناتو. على صعيد آخر، أعلن ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا أن مؤتمر وارسو لدعم أوكرانيا جمع حوالي 6.5 مليار دولار، واستضافت بولندا والسويد مؤتمر المانحين بالتعاون مع رئيس المجلس الأوروبي والمفوضات الأوروبية التي تعهدت بتقديم 200 مليون يورو في صورة مساعدات للنازحين في أوكرانيا. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أطلق في وقت سابق اليوم منصة عالمية لجمع الأموال مساعدة كييف، وتلقت أوكرانيا أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ 24 فبراير حسب تصريحات لرئيس وزراء أوكرانيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأعلى مستوياتها في التاريخ. وأشار غوتيريش إلى أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والأزمة المالية، مما سيكون له تأثير مدمر على البلدان الأكثر ضعفا في العالم. وأفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو بأن 193 مليون شخص في 53 دولة كانوا معرضين العام الماضي لانعدام الأمن الغذائي، وتوقعت المنظمة تفاقم الوضع في العام الجاري. حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من أن غزو أوكرانيا يمكن أن يتكرر في شرق آسيا إذا لم توحد القوى الرئيسية الصف، قائلا إنه يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وأضاف كيشيدا الذي كان يتحدث في لندن بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الوقت قد حان لدول مجموعة 7 لتعزيز وحدتها، وأنه لا يجب التسامح أبدا مع محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وخاصة في شرق آسيا. أهلا بكم. صرح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المجلس النيابي الجديد الذي سيتم اختياره في الانتخابات المقررة في 15 مايو الجاري سيختار شخصية لتولي رئاسة الوزراء، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت. هذا وتنطلق غدا الجمعة المرحلة الأولى لتصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية، حيث يحق لنحو 31,000 مغترب مقيمين في مصر و9 دول أسيوية المشاركة في التصويت. وتجري المرحلة الثانية لانتخابات اللبنانيين في الخارج الأحد المقبل في 48 دولة بمختلف قارات العالم بعد استبعاد أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الدائرة فيها. حملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد بالمسجد الأقصى عقب اقتحام متطرفين يهود باحاته. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الأردن الاحتلال بالكف عن جميع الانتهاكات بحق الأقصى. هذا وتجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدى المستوطنون
طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى ورفعوا علم الاحتلال. قامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية ومنعت المصلين من دخوله. دعت رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، وتعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق حسب دعوة الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. ويعد هذا أول اجتماع لمجلس النواب الليبي بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، استعرضت عددا من النقاط حول المسار الدستوري. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 29 جنديا في محافظة تعز بنيران ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الشهر الماضي. وذكر الجيش أن ميليشيات الحوثي قد ارتكبت 1126 خروقات شملت كافة جبهات محافظة تعز، وتم خلالها استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وطائرات الاستطلاع المسير. وأشار الجيش اليمني إلى أن هذه الخروقات طالت مواقع الجيش والأحياء والقرى المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين خارج مدينة تعز. كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن جائحة كورونا أسفرت عن وفاة حوالي 14 مليون شخص فاصل 9 من عشرة خلال عامي 2020 و2021. وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أعداد الوفيات وفق هذا الإحصاء تزيد 3 أضعاف عن الأرقام الرسمية للوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض. وأكدت أن إجمالي الوفيات العالمية كانت أعلى بين الرجال عنها بين النساء وأعلى أيضا بين كبار السن. سجل العراق وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي تضرب مناطق وسط وجنوبي البلاد. وغطى غبار العاصفة الترابية التي تعد السابعة خلال نحو شهر غطى 6 محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد. طلبت السلطات السكان بالتزام المنازل إلا للضرورة وسط توقعات باستمرار العواصف الترابية خلال مايو الحالي. تواصل الصوامع التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يصل عددها إلى 450 وحدة استقبال الأقماح المحلية من المزارعين والموردين، وذلك وسط تسهيلات كبيرة توفرها الوزارة لهم. وقد أكدت الوزارة أن مستحقات المزارعين تسدد لهم خلال 48 ساعة من التوريد. قال السيد القصير وزير الزراعة واستطلاح الأراضي أن كافة القطاعات الخدمية بالوزارة في حالة عمل دائم خلال فترات الأجازات لتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمربين ودعم قطاع الصادرات الزراعية المصرية. جاء ذلك خلال تفقده أقسام المعمل المركزي لتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية للاطمئنان على سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعمليات الحصاد وتوريد القمح بكافة المحافظات. أشار القصير إلى أن موسم القمح هذا العام مبشر بالإنتاجية العالية والتي قد تصل إلى حوالي 10 ملايين طن، مؤكدا أن هناك تنسيقا دائم مع وزارة التموين للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وحصول المزارعين على مستحقاتهم وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد. متابعين كل زملائي في مدير مديريات الزراعة متواجدين في أرض الواقع بيتابعوا عملية الحصاد على مدار الساعة، بيتابعوا عمليات التوريد. النهاردة فيه يعني استجابة غير عادية من المواطنين والفلاح والمزارع المصري، عنده رغبة يدعم الدولة المصرية والدولة بتقدم له كل التيسيرات وبتقف جنبه في كل المواقف. فأعتقد أن وطنية الفلاح والمزارع المصري برضو يعني داعمة للدولة المصرية، وإن شاء الله هذا العام هيبقى محصول مبشر وبدعم كل زملائنا. فإحنا النهاردة بنشكر زملائنا وبنأكد أن إحنا موجودين بصفة مستمرة سواء في الأيام العادية أو في أيام الأجازات أنا وزملائي لدعم هذه الملفات المرتبطة بالزراعة. تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الموقف التنفيذي للمخطط العام لتطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي. وخلال الجولة تفقد الفريق ربيع الأعمال المدنية
الخاصة بالتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري والصرف، كما تعرف على مستجدات أعمال الاستزراع، حيث من المقرر بدء استزراع 11 مليون زريعة جمبري مطلع الأسبوع القادم. ووجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني واتباع معايير الدقة في تنفيذ المخطط العام لتطوير الشركة. كما تفقد الفريق ربيع معدية الأفراد بالقنطرة غرب للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، نظمت الوزارة زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين بكافة المحافظات. قامت بتوزيع الهدايا عليهم وأشادوا بما تقدمه الوزارة من دعم مستمر لهم. انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك، فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات. الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير، في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم، وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم. قد إيه فرقت مع الأطفال إن هم دي حاجة تفرحهم، وهم لأن هم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج، وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من سنة بيجوا، وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي. بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على مبادرة جميلة جدا اللي عملتها النهاردة، وزعوا كحك العيد والبسكوت على الأطفال، وده طبعا شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. شعور جميل جدا الحمد لله، يعني كان له صدى كويس جدا عند الأطفال وعند ذويهم، والحمد لله كانت زيارة كويسة جدا ولها أثر معنوي. حاجة جميلة وحاجة تسعدنا وتفرحنا وتدخل الفرح على الأطفال. أنا كنت مبسوط إن الضباط جم وصاروا معي. كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدور رعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات. متشكرين قوي لحضراتكم، ومتشكرين قوي ليكم، ومتشكرين لاستضافتكم لينا هنا في الدار عندنا. وكمان النهارده الحمد لله يعني سعيده جدا ان وزاره الداخليه اختارت الفندق واختارتنا، تشجيعهم لينا وابتسامتهم وهداياهم بصراحه الواحد يعني محمل بجمال كثير قوي. هكذا تستقبل وزاره الداخليه العيد برسم الفرحه على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعيه والانسانيه لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار. جديد أهلا بكم. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن تطبيق هذه المعايير سيسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير. ووجه معيط بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى المنظومة من خلال البوابة الإلكترونية. على خطى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قرر بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 1% وسط ارتفاع التضخم في المملكة. وقد دفع قرار رفع الفائدة الأمريكية قيمة الدولار للارتفاع أمام العملات الأخرى.
للمرة الثانية على التوالي خلال عام يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بعد أن أصبح التضخم شبحا يهدد الاقتصاد. وجاءت الزيادة في معدلات الفائدة ضعف المعتاد ليصعد سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك في أكبر زيادة منذ 22 عاما. نحن نواجه بشكل أساسي ارتفاعات تاريخية في معدلات التضخم منذ تفشي فيروس كورونا، لترتفع البطالة إلى أعلى معدلاتها منذ فترة الكساد، ولهذا كان يجب أن تتدخل السياسات المالية والنقدية، خاصة بعد أن أثرت العملية العسكرية الروسية والإغلاقات في الصين على إمدادات السلع. وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 3/4 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة. كما أشار البنك إلى أنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية لخفض التضخم. وفي تأثير أشبه بتأثير الدومينو، بدأت البنوك المركزية العالمية في اتخاذ قرارات مماثلة لاحتواء معدلات التضخم. بنك إنجلترا المركزي جاء في مقدمة هذه البنوك، حيث قرر البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 1%، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 10% هذا العام. لقد تفاقمت ضغوط التضخم عالميا في أعقاب العملية العسكرية الروسية، وستنعكس بشكل كبير على الأسر البريطانية بحلول شهر أكتوبر مع ارتفاع أسعار الكهرباء. كذلك سارعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وقد دفع قرار رفع الفائدة الأمريكية قيمة الدولار للارتفاع أمام العملات الأخرى، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على أسعار الواردات من السلع والمواد الخام، كما تشير توقعات المحللين إلى أن الأسواق الناشئة ستكون الأكثر تضررا، خاصة فيما يتعلق بالديون الدولارية وتراجع حجم الاستثمارات. في أسواق المال العالمية، تخلت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية عن مكاسبها التي شهدتها أمس عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، غير أن تعاملات الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة دفعت المؤشرات للتراجع، ليهبط مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة مئوية، وانخفض مؤشر ستاندرز أند بروز بنسبة 3.4%، بينما خسر ناسداك 4.8%. في الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر فاينانشال تايم البريطاني وداكس الألماني بنسب وصلت إلى 1.5%، وقفز مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.8%. اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها الالتزام بخطة زيادة الانتاج التدريجي للنفط ليصل إلى 432 ألف برميل يوميا في يونيو، على أن تعقد اجتماعها القادم في 2 يونيو. يأتي هذا الاتفاق في ظل المخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة كورونا. هذا وعلى صعيد التعاملات، وصلت أسعار النفط ارتفاعاتها بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 60 سنتا إلى 110 دولارات و 28 سنتا لبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 108 دولارات و 31 سنتا للبرميل. وهذه المرة مع أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائر بالحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا، وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 27-17، الإسكندرية 22-17، دمياط 24-18، بورسعيد 23-17. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبحث وماكرون هاتفيا سبل التعاون في إطار استضافة مصر قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم. أوكرانيا تتهم روسيا بخرق الهدنة في محيط أزوفستال، والكرملين يؤكد احترامه تشغيل الممرات الإنسانية في ماريوبول.
وفيات جائحة كورونا تقارب 15 مليون حالة حول العالم منذ مطلع عام 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي. بسبيرو دوت اي جي فيه المزيد من الأخبار. شكرا لكم. في أمان الله.